عصرنا الجميلة هرجع بيكم كده لعصر المماليك. عصر المماليك أبدعوا في بناء المساجد وزخرفتها بطريقة غاية في الروعة والثراء والإبداع، وانت بتتجول كده في مصر هتلاقي نفسك طول الوقت ماشي جنب مساجد أثرية ليها تاريخ وليها حكايات وليها قصة. من المساجد دي مسجد ومدرسة أم السلطان شعبان الموجود في الدرب الأحمر في القاهرة، بدأ البنى فيه سنة 1368 ميلاديا، يعني من حوالي 656 سنة. ليه تفاصيل كتير وله قصة، خلونا نعرف قصته مع دكتور عماد سليمان أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير. صباح الخير أستاذ إيه، صباح الخير على جميع المشاهدين. احكي لنا قصة بناء المسجد وبينسب لمين، مين هو السلطان شعبان ومين هي والدته خند بركة؟ السلطان شعبان ابن حسين هو ابن الأمير حسين ابن الناصر محمد ابن قلاوون. الأمير حسين أخو السلطان حسن، أكيد كلنا عارفينه، السلطان حسن صاحب المدرسة الشهيرة في ميدان القلعة، كلنا عارفينه. ابنه يعني هو الأمير حسين ما تولاش الحكم، ولكن ابنه السلطان شعبان هو اللي تولى السلطنة المملوكية في بلاد مصر والشام. كان طفل وقت ما تولى السلطان. كان طفل، كان عمره 10 سنين بالظبط وقت ما تولى الحكم. والدته ام السلطان شعبان او خند بركه او السيده بركه، خند دي كلمه فارسيه بتاعت السيده. أيوة. يعني من الالقاب المكانيه للمماليك. كانت من اشد النساء في العصر المملوكي في السخاء والعطاء. ولدرجه ان هي لما خرجت الحج سنه 770 هجريه، يعني اطلق على العام بتاع الحج بتاعها عام ام السلطان، بسبب ما كثره ما انفقته على هذا في هذا العام، وكثره ما اخذته معها من خيرات ومن حبوب ومن اموال تنفقها في بلاد الحجاز في مكه والمدينه. ولما رجعت من الحج وجدت ان ابنها قد اهدى اليها هديه ثمينه جدا، اللي هو المدرسه الحاليه في شارع باب الوزير او شارع الدرب الاحمر. شارع الدرب الاحمر من الشوارع الرئيسيه في العصر المملوكي، بيربط ما بين مدينه القاهره من خلال باب زويله وصولا الى القلعه اللي هي مقر الحكم. تمام، كل المواكب السلطانيه كانت بتمر من هذا الشارع، فكل السلاطين والامراء كانوا بيتنافسوا علشان ينفذوا عمائر في هذا الشارع، شارع باب الوزير او شارع الدرب الاحمر. ام السلطان شعبان كان ليها مجموعه كبيره جدا من العمائر الاخرى، كان ليها قيصريه اللي هي الوكاله يعني او المول بمفهومنا الحالي. كان ليها ربع للفقراء لسكن الفقراء، كانت سيده يعني معطاءه ليها كثير جدا من الافضال على الشعب المصري. هي وابنها هي والسلطان شعبان مدفونين في ضريح هذا المسجد، مش كده؟ بالظبط. المجموعه يعني المدرسه والمسجد مجموعه معماريه، يعني ما نقدرش نقول مدرسه بس او مسجد. أيوة. بس هي مجموعه معماريه متكامله تضم مدرسه لتدريس المذاهب السنيه الاربعه، وتضم جامع في اوقات الصلاه تفتح ابوابه للصلوات، لان المدرسه بمفهومنا الحالي بتاعنا المدرسه الداخليه، يعني مدرسه مغلقه على طلابها، فيها خلاوة الطلبه او حجرات الطلاب وفيها كل النفقات ووفقا للوثيقه. وكان فيها كمان خد ميه لسقايه الحيوانات، يعني ده كمان كان من الاجزاء، يعني من الحاجات الجميله اللي فيها، علشان الشارع شارع تجاري او شارع فيه مواكب سلطانيه كتير او مواكب كتيره جدا للحياه اليوميه. فكان فيه سبيل للمره للناس يشربوا منه، وايضا كان في حوض سقي الدواب للدواب اللي ماشيه في هذا الشارع انها تبتوي ايضا. طب عايزين نتكلم عن الزخارف والمعمار اللي اتبنى عليه المسجد، لانه كمان تم استخدام الرخام بالوان متعدده، البوابه او المدخل كان من الحاجات اللي بتميز وما زالت بتميز يعني المسجد. تكلمنا شويه عن معمار هذا المسجد. عمارة المسجد يعني بتحكي او بتعبر عن براعة المهندس في العصر المملوكي، لان المساحات كانت ضيقة جدا، فكون انه عايز يبني مجمع معماري ينشأ يعني يضم اكتر من وحدة معمارية مختلفة الوظيفة، وكل ده داخل مساحة محدودة، لان احنا مش عمارة ابتداء، الشارع ما كانش فاضي في الفترة دي، الشارع كان مملوء بالعمائر، فعشان المهندس يستغل كل سنتي من العمارة ويوزعها كان يعني بيعبر عن براعته بشكل جيد جدا. بالنسبة للناحية الزخرفية اللي هو كمان يستغل المساحات الداخلية على الجدران من خلال أعمال النحت على الحجر أو أعمال النحت على الرخام أو الأعمال الخشبية أو حتى النصوص الكتابية اللي بتحكي تاريخ العمارة، يعني من النصوص الكتابية الجميلة اللي بتحكي تاريخ العمارة وبتعبر عن وفاء السلطان شعبان الأشرف شعبان لأمه اللي ساعدته في الحكم، لأن والدته تزوجت بعد وفاة أبيه من أكثر حد مسيطر من الامراء المماليك اسمه الامير اولجاي اليوسفي. ده علشان توطد حكم ابنها، تمام؟ فابنها علشان كده وفى لها بالجميل او يعني
حب يحسن اليها وبنى لها هذه المدرسه. ونصر انشاء بنى او امر ببناء هذه المدرسه المباركه مولانا السلطان الاشرف شعبان ابن حسين لوالدته، يعني لامه، يعني مش بنيها لنفسه، بنيها لامه. تمام، فده بيعبر عن وفاء الابن. صحيح. الفنون المختلفه يعني هو مكان عامرة. مكان رائع وبديع، وانا بدعو كل الناس لزيارته، واحد من اهم المساجد الاثريه في مصر يعني. فانا بشكرك دكتور عماد سليمان على هذه التفاصيل، دكتور عماد سليمان استاذ الاثار والعماره الاسلاميه بجامعه القاهره، شكرا جزيلا.